النهارده حلقتنا عن الرقص المعاصر، وهنقدم عرض للرقص بعنوان ارتكاز من تصميم وتقديم سلمى سالم. والعرض من ضمن افكاره هي علاقه جسد الانسان بالبيئه وبالارض، ومن هنا يمكن جاء اسم ارتكاز. بس هنعرف اكتر عن الموضوع ده مع ضيفتي النهارده سلمى سالم. وسلمى كوريوجراف للرقص المعاصر وراقصه. مساء الخير يا سلمى. مساء النور يا غاده، ايه الاخبار؟ كلميني اكتر بقى عن فكره عرض النهارده. هل انا قلته ده صح؟ علاقه الانسان والارض واستمداد القوه من الارض. بالظبط. كلميني بالظبط. هو الفكره جات لي من زي الهلب بتاع المركب بالجاذبيه، وفكره ان كمان الجسم في النص هنا في البطن ده مخزن الطاقه بتاع الجسم. فالفكره كانت ان انا ازاي اشحن جسمي من الارض. فبدات ان انا بشحن من نقطه واحده، يعني نقطه واحده ماسكه في الارض، والنقطه دي بتتحول على خمس نقط، ومن خمس نقط اربع نقط، ومن اربع نقط نقطتين، لحد يعني نقطتين اللي هو انا خلاص واقفه على رجلي. ف ازاي التقل اقدر اشيله معايا لحد فوق عكس الجاذبيه. وفكره ان الطاقه يعني اللي هينزل هيطلع في نفس الوقت، فكانك مثلا ماسكه خيط كده من اول للاخر. والفكره كلها في النص بقى، انت شاده من الناحيتين. فهو ده اللي كان في دماغي وانا بصمم الفكره. يعني والشده دي احنا حسينا بيها، يعني في اول العرض بتبقي قاعده على الارض في نقطه ارتكاز، بتحاولي تقومي، بتعفري، في حاجه بتجذبك دايما لتحت، وبتحاولي دايما لحد في الاخر. ما بيحصل ايه لما بيحصل ان انا خلاص هطلع لفوق وبعدين بنزل لتحت تاني لخمس نقط لما ايدي ورجلي يبقوا على الارض. الفكره بتاعت الحته الاولانيه برضو كانت برضو جايالي من يعني من جسد المراه. هنا من الرحم مثلا، شخصية الرحم عاملة ازاي، نقطة القوة بتاعت المرأة. وكمان الرحم عامة، يعني الرحم شخصيته ان هو بيشيل وبيخزن وبيكبر، وفي بيبي بيكبر جوه، وفي يعني في حاجات كتيرة قوي في الشخصية دي هي اللي خلت الحتة الأولى فكرت في ان انا في بطن امي مثلا، يعني انا في ميه وازاي بتحاولي تطلعي. فالحركه نفسها كانت جايه من كاني في ميه برضو. لحد في الاخر لما بنشوفك بتقومي بتبتدي تتحركي. لما قمت كنت يعني متخشبه شويه لحد ما الحته دي ابتدت تفك. في كده في مخي حاله بتحصل وانا بعرض، ان انا بفكر في ازاي الطاقه اللي انا شحنتها من الارض دي اللي في بطني بتتوزع على مفاصل جسمي، يعني بدات بالرجل وبعد كده طلعت للركبه وبعد كده يعني كل المفاصل. طيب العرض ده انت مهتميه بالطاقه والقوه والارتكاز يعني واخذ القوه من الارض، بس كمان العروض اللي قبل كده انت مهتميه قوي بحكايه الشفاء من خلال الحركه، وان الجسد يقدر يتكيف مع البيئه بتاعته. فاعتقد الموضوع ده بيهمك، يعني شغلك طول الوقت. هو الحقيقه غاده انا يعني انا اصلي في الرقص باليه، وبعد كده دلوقتي انا التمرين بتاعي كونغ فو. في نوع من انواع الكونغ فو اسمه تاي تشي. التاي تشي ده هو غير الباليه تماما. الباليه كانك عايزه تطلعي لفوق، وده بالنسبه لي يعني حاسه ان هو ضد ان الجسم عايز يعمله عامه. التاي تشي والكونغ فو عكس كده، اللي هو انت مع الارض. فالموضوع يعني هو انا بتمرن كل يوم، وفي نفس الوقت برضو
بدرس طب الصيني. فالطب الصيني ده برضو ليه علاقة بالطاقة اللي جوه الجسم وازاي بتتوزع والحركة بالنسبة لي يعني أنا من وأنا صغيرة برقص، بس مفهوم الحركة بالنسبة لي اتغير بعد الكام سنة اللي فاتوا في الطب الصيني أو في الكونغ فو، في التمرين بتاع الكونغ فو. يعني بقيت بفكر في الحركة بوعي مختلف.